تنكة تنكة، أنا خلاص اخترعت آلة الزمن، يلا نجربها. بجد يا حموكشة خلاص اخترعتها؟ أيوة أهي شفتيها، يلا بقى نجربها. لا يا اخويا جربها انت لوحدك. لا ازاي يعني، انت عايزه تسيبيني لوحدي؟ انت لازم تبقي شاهده على المعجزه اللي هتحصل دي. لا يا اخويا انا عندي عيال. ما انا كمان عندي عيال، وانت مراتي ولازم تقفي جنبي. اخويا لو حصل لنا حاجه العيال هيعملوا ايه؟ ست مش هيحصل لنا حاجه، وبعدين ورا كل رجل عظيم امراه اعظم منه. انت شايف كده يا حموكشة؟ ايوه طبعا يا حبيبتي، يلا بقى ايه استعدي. تمام يلا بينا. يا حموكش هو احنا جينا فين وسنة كام دي بالظبط؟ مش عارف والله، اكيد هنعرف دلوقتي. من اتى بكم الى هنا؟ انت مين يا عم الحاج؟ من انت ايها الرجل؟ ولماذا اتيت هنا؟ انا غريب هنا وتايه، هو احنا فين بالظبط؟ انتم في قريش؟ ها؟ وحياة امك احلف. ماذا تقول؟ وما هذا الثياب الذي ترتدونها؟ لبس يا عم، لابسين لبس عادي يعني. انت مين طيب؟ انا حنظلة ابن ابي جهل. ها؟ قلتلك يا حموش سيبنا رب العيال. يا ستي ما تخافيش ما تخافيش، وحيد الله كده. لا اله الا الله. ماذا؟ هل انتم تعبدون الها اخر؟ نحن نعبد الله. يا ابي لهب يا ابي جهل، انهم كفرة يعبدون الها اخر. احي دولك ابو لهب وابو جهل، يا نهار اسود دول هيعذبونا. نعمل ايه يا حموكشة؟ اقول لك ايه، تعرفي تجري؟ اجري يا تنكا. خرب بيتك يا حموكشة. الحمد لله هربنا منه. عاجبك كده يا موكوس؟ معلش معلش، هنشغل دلوقتي آلة الزمن هتنقلنا مكان تاني. يا اخويا انا عايزه اروح. خليكي جدع عمال. يا ربي بقى مش عارفه هتودينا فين تاني المره دي. يلا بينا، استعدي يا تنكا. دلوقتي هنعرف. انت يا اخويا بتجيب البركه ولا ايه؟ مش بجربها. يا لهوي هو انت بتجرب فينا يا راجل؟ استني بقى لما يجي اي حد نشوف احنا فين بالظبط. عواف يا شابه، مالك يا حبيبتي مخضوضه كده ليه؟ في حاجه؟ لا مفيش، احنا بس تايهين. هو احنا فين هنا؟ ايوه انت في اسكندريه في زنقه الستات. فرفشه اتلم يا حماكش. مالك يا حبيبتي ما تزعليش، في حاجه مزعلاكي؟ وبعدين ايه اللبس اللي انت لابساه ده؟ هو لبس ايه؟ ماله لبس غريب كده اهو، مش باين له ملامح. اوديكي بقى يا حبيبتي عند اختي ريا، عندها شويه لبس ايه يخلوكي برنسيسه. مين ريا؟ ريا مين؟ اقول لك ريا يا حموكشه. عادي عادي، هو يعني خلاص ما فيش غير ريا وسكينه. ريا عادي اسمها ريا، وبعدين احنا في اسكندريه اهو. مالك يا شابة مخضوضة كده ليه؟ أيوة أختي اسمها ريا، وأنا محسوبتك سكينة. ها؟ بتقول لك ريا مسكينة، يخرب بيتك. أقول لك إيه يا شابة، تعالي معايا البيت كده أهو، نعمله معاكي الإنسانية. أنت غريبة برضه ولازم نعمله معاكي الواجب. لا 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 لا، أنا مش عايزة حد يعمل معايا الإنسانية. مالك مبلل كده ليه؟ ما تقول حاجة. يوه مالكوا كده أهو، ما تخليكوا حلوين كده وطعمين، ومن بحري ومن حبوب. ندهلكوا بقى على اختي ريا وحسب الله وعبد العال عشان نروح البيت على طول ونعمل له معاكم الانسانيه. ها؟ لا 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 ما تناديش على حد والنبي كل اللي ريا. ما تخافيش دي ريا دي طيبه وتتحط كده على الجرح يطيب، دي مرهم يا ريا. انت يا بنت يا ريا. مساء الخير يا شابه، يلا عشان نعمله معاكم الانسانيه. يا لهوي اجري يا حموكشه. هما مالهم يا اختي جري وليه اول ما شافوني؟ هو انا خوف؟ هربنا منهم يا حموكشة؟ هربنا ولا دي جرارين ولا ايه؟ خلاص خلاص هربنا، ما تخافيش اهدي. خلي المدعو اللي في ايدك ده ومشينا من هنا بسرعة. حاضر حاضر. مستعدة؟ زفتها انجز. بينا جينا فين تاني؟ اه بص احنا في مصر اهي، الاهرامات اهي، احنا في مصر كده تمام. متأكد إن إحنا في مصر والأهرامات دي أيامنا يا أخويا ولا يكون حاجة تانية؟ لا لا قصدك إيه حاجة تانية؟ قصدك إن إحنا رجعنا أيام ال ها؟ لا 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 أكيد لا. ربنا يستر يا رب. بقول لك إيه؟ إحنا شكلنا رجعنا لأيام الفراعنة، بص اللي جايين هناك دول. ها؟ نهار أسود يا حموكشة دول هيحنطونا. لا لا يحنطونا إيه؟ إجري. إجري يا ابن الموكوسة. طب شغل المدعو اللي في ده
الواد ده بسرعه بسرعه قبل ما يمسكونا ويحنطونا. يلا حاضر حاضر. اقسم بالله لو قلت لي جهد تاني لو هروح اوديك الفراعنه يحنطوك. اهو بصي احنا كده شكلنا رجعنا مصر اهي، بدل في عماير كده وزرع وبتاع يبقى احنا كده في مصر. يا رب يا حموكشه يا رب. هو ايه حموكشه اللي بيطير في السما دي؟ هي دي حمامه؟ لا مش حمامه، دي حديد. عارفه ازاي؟ وليها جناحات. هو ايه اللي بيطير ده؟ هو احنا رحنا فين بالظبط؟ مش عارف والله. امال مين اللي عارف يا موكوس؟ مش انت اللي مخترع الهبابه دي؟ اه استنى دلوقتي جاي حد ونعرف احنا فين. ايه يا مان؟ ايه اللي موقفكم في الشارع كده؟ ايه ده وايه اللبس الغريب اللي انتوا لابسينه ده؟ قالوا يا عم لبسنا مواعيد اهو. دي ايه يا صاحبي؟ ده من ايام الفراعنه. فراعنه؟ لا الفراعنه ما بيلبسوش كده. وبعدين عادي يعني في ايه؟ خلصانه يا زميلي، في حاجه؟ زميلي؟ اه يا زميلي مالك؟ ماليش يا عم. هو احنا فين بالظبط وسنه كام دي؟ هو انت تايه يا عم الحاج؟ اه يابا انا تايه. اه تايه، انت شكلك كده خارج من فيلم ابيض واسود يا عم. يا عم اخلص بقى وقول لنا احنا فين بالظبط وسنه كام. اللي اخلص دي يابا، انت عايز تتعور ولا ايه؟ ما تثبت كده واعدل كلامك. يا عم معلش احنا اسفين، ممكن بس تقول لنا احنا فين؟ احنا في مصر يا زميلي وسنه 2023. ها؟ يا لهوي يا حموكشه، هو احنا ليه كده؟ احنا للمستقبل كتير قوي كده. عادي عادي، احنا هنشوف المستقبل فيه ايه وبقى نرجع تاني. بقول لك يا زميلي، كان في حاجه طايره كده وليها جناحات وحديد، دي ايه بقى؟ دي طياره يا صاحبي. مالكوا كده في ايه؟ انتوا ما تعرفوش الطياره ولا ايه؟ مش عارف انتوا جايين منين بالظبط. معلش يا عم احنا كنا غايبين بقالنا كتير. استنى اشوف مين اللي بعت لي مسج يا زميلي. مسج يعني ايه؟ يعني مسج عن رساله يا صاحبي. في ايه؟ الو. اه ولا حموكشه عامل ايه؟ انا بعدي مصلحه كده وجايلك. ايوه قابلت ناس هزق كده معرفش جايين من انهي كوكب، مصدعيني يقولوا لي بتطير ومش عارفه ايه، لابسين لبس كده غريب قوي. الحق يا حموكشة ده بيتكلم في حته حديده يا اخويا. ده عبيط شكله. خايفه منه الراجل ده، مش مريحني، شكله مجنون. شو يقول لك طياره ومش عارفه وبيشرب بتاع غريب كده اهو، سيجاره كبيره كده وشكلها غريب مش زي بتاعتنا، ولابس يا اخويا نظاره كده شكلها غريب، وبعدين بيتكلم في حته حديده. ايه المصيبه السودا دي؟ لك يا عم الحاج بتتوشوش انت والحاجه ليه؟ ما تسمعوني صوتكو. لا مفيش. هو انت كنت بتتكلم في الحديده دي ازاي؟ ده موبايل يا عم الحاج. موبايل؟ يعني ايه موبايل؟ يعني تليفون يابا. تليفون ايه يا عم؟ مش تليفون ولا حاجه، تليفون ايه ده اللي في ايدك؟ مش عاجبك ده الايفون، ده التفاحه يابا. تليفون ايه وتفاحه ايه؟ اللي في ايدك يا ابني ده مش تفاحه، اللي في ايدك دي حته حديده. قلت لك ايه يا عم الحاج، انت شكلك مش مريحني، انت مصطبح بايه النهارده؟ انا مصطبح بتنكا. ها؟ مصطبح بتنكا؟ ده نوع جديد ده ولا ايه؟ محدش قال لي عليه عشان اجربه. بس ايه فل فل مخليك كده ايه في عالم تاني. عم قول لي بس انت كنت بتتكلم في الحديده دي ازاي؟ عم قلت لك ده تليفون يا عم. يا عم التليفون انا عارفه وليه سلك كده بيمشي الكلام فيه. ها؟ ده انت قديم جدي. جدك مين يا عم؟ انا جبت سيره جدك؟ شكلها مشعشعه معاك يابا. يا عم ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا عم؟ طب احنا في انهي منطقه بالظبط؟ والله ده انتوا احلى من موجه كوميدي. ايه موجه كوميدي دي؟ دي قناه يا عم الحاج. يعني ايه قناه يعني؟ زي قناة السويس كده. قناة السويس مين يا عم الحاج؟ قناة على التلفزيون يابا. تلفزيون يعني ايه تلفزيون؟ لك ايه انت هريت ياما وانا صدعت بقى، شوف لك حد غيري، انا جبت اخري معاك. حموكشة نخلص بقى ورجعنا للزمن بتاعنا بقى، خلينا نشوف العيال. يا ست استني يا ست، شوف التلفزيون والحاجات اللي بيقول عليها دي. مش عايز اشوف حاجة، انا عايز اروح اشوف عيالي. خلاص تمام. يا زميلي ايه اللعبة اللي في ايدك دي يا زميلي؟ قلت الزمن يا زميلي. قلت الزمن يعني ايه يعني؟ دي اللي بتنقلنا من الزمن اللي احنا فيه لزمن تاني، للماضي يا اما المستقبل. تضحك على ايه يا عم الحاج؟ على التخاريف اللي انت بتقولها ده يا صاحبي. يعني انت مش مصدق قلت الزمن ومصدق ان انت بتتكلم في حته حديده وان في حاجه بتطير اسمها طياره؟ ها؟ والله صح يا زميلي. طب انت هتعمل ايه دلوقتي؟ هشغلها وارجع للزمن بتاعي. حياة امك يا زميلي. طب والنبي خدني معاك، نفسي اشوف الزمن بتاعك ده شكله مسخره قوي. وحياة امك يا زميلي اللي اخدك معايا. انا فين يا حموكشه؟
اخدوا الزمن بتاعنا عشان يتربى. هم ملناش دعوه هيرجع ازاي بعد كده. ان شاء الله عنه ما رجع خليه هناك اتربى، بدل ما هو عمال يقول لك يا زميلي يا صاحبي وعمال يتريق علينا وفاكر نفسه ايه جاي من كوكب المريخ. بقول لك ايه يا زميلي، قرب كده عشان تروح معانا. يلا يا عم والله انت شكلك مصطبح. انا مصطبح، تعالى عشان تصطبح معايا. يلا جاهزين؟ ايوه يا زميلي جاهزين. ايه ده يا زميلي؟ انت جبتني فين يا زميلي؟ مش عارف. يعني ايه مش عارف يعني؟ ربتك يا حموكش، انت شكلك رجعتنا للفراعنة تاني. مين ياما؟ فراعنة مين ياما اللي رجعنا ليهم؟ ايه المكان ده؟ انت جايبنا عند الاهرامات ليه؟ يا نهار اسود، بص وراك كده يا زميلي. يا نهار اسود، دول الفراعنة، دول الفراعنة اللي بيحنطوا الناس؟ يا لهوي. يخرب بيتك يا حموكش، انا عارفة ان انا هتحنط على ايدك. بقول لكم ايه؟ تعرفوا تجروا؟ اجري يا زميلي.